بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم في فيديو جديد في قناة سوا محمد. فكر دقيقة تغير حياتك. لو انت اول مرة تشوف القناة اطلب منك الاشتراك والتعليق وشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا جماعة انتشر دلوقتي في الاونة الاخيرة فيديو لواحد ان هو بيقول هو مصطفى وبيوضح ان اللي حصل في الفرح. يا جماعة ده مش مصطفى، ده واحد بيتريق عن الموضوع بس تقمص في شخصية مصطفى، ما قالش ان هو مش مصطفى على اساس ان هو ياخد بانوراما جامدة ويحصل مشاركات ليه فيتعرف، بس مش اكتر ولا اقل. ندخل على الصفحة بتاعته اهو، فتح بركات فيديو ميكر واتس وحاجات وكاتب الحاجات بتاعته اهو. يا جماعة هو ده الشخص، ده مش مصطفى اولا، وده الفيديو اللي هو منزله قرب على 310 الف، وهو طبعا ليه قناة على اليوتيوب اهو. هو اول فيديو محطوط اهو زي ما انتوا شايفين، مسرح مصر الموسم الاخير زي ما انتوا شايفين هو كده بس فقط لا غير. لو فتحنا الصفحة بتاعته اهي. طبعا انا بقول لكم كده ليه، لان عشان ما يعني مش اي حد يشير حاجة يبقى هو. نقلا عن المصر اليوم يا جماعة، مصطفى نزل بيان بيوضح فيه ان ايه الموضوع وايه اللي حصل. طبعا انا بجيب لكم بالمصادر نفسها اهي. فهو لقى نفسه النهاردة ترند بسبب موضوع الخطوبة والتورتة والشبكة والحاجات دي زي ما انتوا شايفين الكلام. هقرا لكم البيان اللي هو نزله في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية. استيقظ اليوم وجدت نفسي ترند على تويتر، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا لم أظلم أحد بعد قراءة الفاتحة قراها في فبراير الماضي. لم تكن هناك أي مشاكل بينا. حددنا موعد الخطبة في 12 أغسطس قبل ما أقوم بتأجيله من ناحيتي بسبب ارتباط أيام العيد ل 21/9. حصل خلافات مع أسرة نهال وتفاصيل الشبكة. بدأت أشعر إن هي الموضوع ماشي مش ما بيرضي الله. في حصلت خلافات طبيعية هو اللي بيقول. وفي بداية الخلافات على الشبكة وشكل الفستان واللي هتلبسه في الحفلة والحاجات دي كلها. يوم الخطوبة بقى حصل مشادة بينه وبين نهال. طلبت مني ادفع مبلغ اضافي للكوافير، لم نتفق عليه حتى طرقتها بالكوافير وعملنا مشادة عبر الهاتف. فقررت ابلغ اهلي وزوج والدتها بقرار الانفصال، وبعدين الموضوع عدى وخلاص. وبعدين حصل مشادة بينه وبين والدته، وبعدين بعد حديث بقى مع والدته قال لها ادت له فرصة تانية. فالمهم راح الخطوبة وقرر مع نفسه ان الشبكة هتبقى نهاية الحفلة عشان حتى يعطيها فرصة. يعني انت عايز تديها فرصة وقت الخطوبة عشان تراجع نفسها. المهم في نهاية الحفلة لاحظت ان خالي بينسحب
هو برفقة أسرته، فعلمت إنه مريض، وبينما كنت قلق عليه لم يبدو لأهل العروس اهتمام بذلك، وكانوا يلحون فقط على الشبكة، ما اهتموش لمرض خاله. تمام، فقرر مع نفسه برضه إن هو هيودي خاله المستشفى، وبعد كده يروح يودي الشبكة لخطيبته في بيتها. فهم كانوا عندهم إلحاح في الشبكة، فناس قرايبه قالوا له انفد بجلدك لأن الموضوع كده مش نافع. واختتم الموضوع، كنت حتى اللحظة الأخيرة أريد اصطحابها معي في السيارة والعودة بقى إلى المنزل، على أن أقوم بتسليم الشبكة لها في المنزل بعد الاطمئنان على خالي، لكن زوج والدتها رفض، ووافقت على أن أتركها وذهبت نافيا متردد حول أخذ التورتة، يعني هو ما خدش التورتة. وفوجئ بقى مواقع التواصل الاجتماعي بقصة هروب مصطفى من حفل الخطوبة التي روتها نهال عبر إحدى الصحف في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أثار حالة من الغضب تجاه التصرف الغير إنساني للخطيب الهارب. ده كان رد مصطفى على اللي حصل، على اللي قالته نهال. هنقول لكم نهال قالت لي ايه، بس هقول لكم برضو حاجة حصلت لي انا بعد ما نزلت الفيديو بتاعي. حد كتب لي على الـ على الـ تحت الفيديو كومنت طويل، فدخلت قريته، فهي قالت لي انا مرات خالها، مرات خال نهال. تعال نشوف مرات خال نهال قالت ايه، وبعدين نشوف نهال قالت ايه. ادي يا جماعة الفيديو اللي انا منزلاه النهاردة، طبعا زي ما انتوا شايفينه اهو منزلاه من 9 ساعات. تمام، ننزل للتعليقات تحت، في تعليق انا مثبتاه زي ما انتوا شايفين باسم كوكي كوكي، نشوف هي قالت ايه ونشوف الموضوع ازاي. قايله لي سلام عليكم، انا بشكر حضرتك جدا على تضامنك مع نهال، انا مرات خال نهال وكنت معاها لحظة بلحظة في الفرح. الولد اتقدم لنهال عادي جدا زي اي حد، وطلبات اهلها كانت بسيطة جدا، المهم كانت مامته واخته بيتدخلوا في كل حاجة. المهم ساعة الفستان نهال طلبت من الاتليه تعمل الفستان مفاجأة، المهم جه وشاف الفستان عشان تعدي اليوم. المهم اختلف في الكوافير على 200 جنيه تأمين الأكسرس. المهم اتخانق معاها وقال لها الموضوع خلص خلص، قلنا خلاص وننهي في الكوافير أحسن بدل ما تحصل أي مشكلة. المهم بعد كام ساعة اتصل بيها وقال لها ايه الأخبار عاملة ايه، واتكلم بهدوء وقال لها في المكالمة أنا محضر لك المفاجأة. المهم جاب عربية الفرح اللي أصلا نهال دفعة فيها النص، أخدها ومشي وساب كل الحريم في الشارع، وكان معانا مامتها. طبعا الموقف زي الزفت. المهم قلنا نعديها برضو عشان نهال، رحنا لقينا عيلته ناس بسيطة جدا. المهم فضلنا نسأل على الشبكة، قالوا وقع عليها شربات ومرة وقع الجاتو. المهم بعد كده ما لقيناش مامته، اختفت تمام، اتاري انها اخدت الشبكة وهربت بيها. وبعدين طلع بره القاعة وفضل يزعق وقال خالي عيان ملحوظة، خاله كان في الفرح وسلمنا عليه كلنا. المهم كلنا استغربنا اللي بيحصل، بس مش لقيت حد نتكلم معاه عشان كله كان جاي وعارف ان في قلب ان كان جاي وعارف ان في قلب بنت يتيمة هيتكسر، ان في قلب بنت يتيمة هيتكسر. ماشي، كله مشي من الفرح، ما كانش فاضل غيرنا ونهال بفستانها ودموعها على خدها. أخدتها في تاكسي ومشينا وهي كانت ساكتة لحد ما الحيوان بعت لها ريكورد وقال لها ايه رأيك في الألم، عجبك؟ عشان تعرفي ما تسمعيش كلامي. عشان كده نهال نزلت البوست ده، أتمنى كل واحد يفهم القصة صح. ده الكلام اللي جالي على الفيديو. طبعا أنا معرفش إن دي مرات خالها أو لأ، بس هي روت القصة. نشوف نهال قالت ايه بقى برضو. وطبعا انا رديت عليها في الكومنت، رديت عليها في كومنت
مش عارفة اقول بصراحة ايه يعني الموضوع دوت. انا دلوقتي نزلت لي كلام مصطفى ورد مصطفى، وببين الحقيقة ليه، لان زي يعني نهال احنا تبنينا قضية نهال، فلازم يكون لمصطفى حق الرد. فهو رد، وياريته ما رد، وياريته ما رد. كنت اتمنى في لحظة من اللحظات، كنت اتمنى ان هو يقول كلام يعني مفيد يعبر عن الموضوع، بس ما حصلش. المهم نرجع ونشوف نهال قالت ايه من نفس المصر اليوم برضو. نرجع تمام يا جماعة. نهال طبعا زي ما هي كانت حكت القصة في على الفيسبوك، هي طبعا نقلتها لمصر اليوم زي ما هي كاتباها برضو. طيب مش عادة اتكلم عن حياتي الشخصية على الفيسبوك، بس اللي حصل معايا شوية، فمضطرة اتكلم عشان ما تعبتش ان كان مقري، ان كان مقري فتحتي زي ما كله عارف على مصطفى. وخطوبتي كانت يوم السبت اللي فات المفروض، وكان بينا مشاكل زي اي اتنين عاديين مع مامته بقى، وخلافات بتحصل اول ما اطلب حاجة، وقلت ده عادي بيحصل، اللي ما تخيلتوش بقى انه يحصل يسيبني في القاعة لوحدي. تفاجأت انه عازم انه مش عازم اصحابه ولا قرايبه كلهم، وحسيت في حاجة غلط. حتى مامته واخته ما فيش واحدة فيها جت باركت لي، وقلت مش امشي اليوم وخلاص. كل ما اقول له فين الشبكة هنلبسها يقول لي اصل الكب عليها شربات، اصل وقع عليها جاتوه، طب اخليها بعد البوفيه، وكلام كده غريب. طيب المهم لحد ما دخلنا بعد البوفيه لقيت اهله كلهم مشوا يعني، وقال الايه خاله تعبان، فيقوم اهله كلهم يمشوا من القاعة، وانا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ بره وبيقول خالي عيان وبيلطم وحاجات غريبة كده. وانا اقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل. هو في واحد خاله عيان، عيلته كلها بتمشي، الستات اختفوا بس كانوا بيهزروا فوق نسوا العيان. والان يعني اننا اكتشفنا انهم اخدوا التورته معاهم وما لبسنيش الشبكه. وقبل كل ده بايام جالي البيت واخد التوينز بتاعي بتاع قرايه الفاتحه بحجه انه عايز يلبسني كله مره واحده في القاعه، وانا هبله وافقت. ما جاش في بالي لحظه واحده ان يعمل فيا كده. دلوقتي حابة اقول كل ده عشان كان ممكن ننهي بالمعروف من غير اسى نفسي ليا. كان ممكن تسترجل وتيجي تقول لي يلا نفركش، وكنت لغيت الخطوبة، مش جاي بترقص وتقول لي محضر لك مفاجأة وفي نيتك تعمل فيا كده. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش زعلانة عليك اصلا، انت ما تستاهلش، لكن صعبان عليا نفسي واللي حصل، واني وافقت اتخطب لواحد زيك قليل الاصل. وختمت الموضوع قالت الدنيا يا ابني دين داين تدان، وبكرة تشوف، اصل ربنا ما بيسيبش. وتاني بقول لك كنت تسترجل ونمشي بالمعروف بدل ما تعمل فيلم تعب خالك ده، وتصغروا نفسكم بالشكل ده قدام الناس كلها. ولعلمك سهلت عليا كتير قوي، لاني ما بقتش زعلان عليك اصلا ولا فاكره لك حتى حاجه واحده يعني حاجه عدله يعني. استعوضت ربنا في حقي، وطبعا زي ما انتوا شايفين تداول موجة غضب وسخرية بين مواقع التواصل الاجتماعي زي اللي انا اتكلمت عليها امبارح، منهم حتى الفنانين يعني كده. هو كده خلص الخبر. الفنانين يعني هنيدي طبعا نزلت تغريدة، نزلت تغريدة رضوى الشربيني وبتقول لمصطفى بوتورته ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك، ومش خسارة فيك. حلقة بكرة ده، في حلقة بكرة ان شاء الله يعني. هي نزلت تويتاية فعلى قالت فيها كده. طبعا هنيدي اتكلم، كل الناس اتكلمت، صدى البلد اتكلم، مواقع كتير اتكلمت، وناس كتير اتكلمت عن هذا السياق. يا ريتك كنت قلت حاجة عدلة او حاجة مفيدة
طبعا الواحد مش عارف يقول ايه، حاسس بكمية الأسى والحزن باللي سمعه واللي شافه. وفي ناس بتستغل الظروف وبتدخل وتعمل نفسها هي الشخصية عشان تنال الشهرة، وده غلط طبعا. وكل الناس بتشير وخلاص، ما تعرفش الشخصية. حتى لو انت جيت شفت، انا مش عايزة انزل صورته طبعا، لو انت جيت شفت مصطفى هتلاقي واللي منزل الفيديو في اختلاف كبير وشاسع. انا ممكن انزل لكم بس هو حاجة كان منزلها، برضو كان بيقول منزلها لنهال بيكلمها وبيقول لها ما كنت تقولهم ان امي كفيفة وامي وامي وامي، هنزلها لكم برضو ثواني. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، هنيدي اهو التويتية بتاعته. المهم يا جماعة، ده الفيديو كله. قلت لكم نهال قالت ايه، والبيان اللي نزله مصطفى، وطبعا قلت لكم المزعومة مرات خالها الله اعلم اللي كان اللي نزلت لي التعليق، ايا كان هي مرات خالها او لا، نزلته لكم برضو. واللي قايل على نفسه مصطفى ومنزل الفيديو، قلت لكم هو مش مصطفى، وتأكدوا من الأخبار اللي بتنزلوها يا جماعة. طبعا أنا مش هعلق على الموضوع خالص، لأن أنا اتكلمت بما فيه الكفاية الصبح ونزلت لكم الفيديو بمثابة اللي أنا قلت لكم كله. طبعا كل حاجة واضحة، يا ريت إنه قال حاجة مفيدة. فربنا يهدي الجميع وربنا يهدي الحال. طبعا إلى لقاء جديد في فيديو جديد في قناة سعاد محمد. فكر دي تغير حياتك. سلام عليكم يا جماعة.